بالاول نشرب حاجه ماشي نشرب قهوه مشروبي المعتاد قهوه ماشي وانا انت حفظت ما شاء الله عليك ليه؟ انا بسمي الفقره دي فقره المريله انا عايز البس مريله في البيت طيب بس اول سؤال بصراحه شفت انا بضحي بايه علشان اعمل لكم الله عليك هل انت شايف ان الست هي الطرف اللي بيضحي اكتر من الراجل ما بيضحي شكرا بصي يا شيري انا رافض اتفضلي انا رافض اصلا كلمه التضحيه يعني مبدا التضحيه يعني انت مش كلمه التضحيه اصلا انا رافضها تماما هي مسؤوليات متبادله ما بين الزوج وما بين الزوجه اوكي فان انا اقوم جاي في وقت اقول لك انا ضحيت بكذا لا يعني ولا انت تضحي ولا هي تضحي طبعا هي اكيد لو بالمنطق اللي انا بقوله ده هي مسؤوليات وواجبات الزوجه بتبقى للاسف اكتر من واجبات الزوج ومن هنا طلعت فكره ان الست بتضحي اكتر بتيجي على نفسها لان هي مسؤوليتها اكبر فبالتالي هي بتيجي على نفسها اكتر وبتبقى متحمله حته اكبر في البيت ومسؤوليه البيت فجت من هنا فكره ان الست لازم تضحي اكتر مش تضحي انا يعني طالما انا موجود على هذه النصبه انا مش عايز كلمه تضحيه لان التضحيه اول ما بتتقال يا جماعه بيبقى في مشاكل كبيره قوي في البيت مفيش تضحيه صح. احنا الاثنين شركاء مستقبل وشركاء عيله لكن ما جيش في يوم اقول لك انا ضحيت بوقتي او ضحيت بفلوسي يعني ايه ضحيت دي واجبات عليا ولا انت تيجي تقولي انا ضحيت يعني انا ما جيتش على نفسي لما عملت لا لا لا, لا, لا. دي واجبات عليا ان ادرك ان الجواز ده مسؤوليه مش تضحيه خالص ده احنا اتهرينا تضحيه يعني السينما والدراما اتزنونا تضحيه اتزلونا. انا ضحيت عشانك انا ضحيت عشانك انا اتنزلت على طموحي انا قعدت مع العيال في البيت انا 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 شعري شاب وكبرت عشان ضحيت يعني التضحيه دي انا مش عارف انت متفقه مع سامح انا متفقه مع سامح جدا بس انا الواقع مختلف بالزبط. تماما عن اللي بيقولوا سامح طب سؤالك سؤالك سؤالي بقى سريعا كده يلا بصراحه هل التضحية من طرف واحد أو تحمل مسؤولية من طرف واحد عشان نعرف نسأل السؤال ممكن تعمل بيت سعيد؟ لا لا يمكن بيت سعيد لا لكن بيت هاني بيت محمد بيت بيت سامح بيت سامح لا ما ينفعش يبقى فيه تضحية أو واجبات من طرف واحد بس لازم يبقى من الطرفين لازم يبقى من الطرفين وتبقى 50-50 المسؤوليات؟ ما على حسب بقى يا شيري يعني أنا أقول لك على حاجة بما إني راجل لا الواجبات بتاعة الزوج أحيانا بتبقى كبيرة جدا جدا ليه؟ أنت دلوقتي مراتي تعبانة إنك مش عايزة تعملي أكل النهاردة يا شيري فخلاص أوكي ممكن نطلب دليفري حلو لكن أنا ما ينفعش أأجل أقساط المدرسة ما ينفعش مفيش حد غيري مفيش ديليفري يدفع لي فلوس مصاريف الاولاد او مصاريف البيت او مصاريف الكهرباء او التليفون انت سؤال بصراحه يلا ليه الست بتوافق وبتقبل انها تسيب شغلها او دراستها وبعدين ترجع تتكلم عن تضحياتها اللي انا معترض عليها اصلا يعني وتشتكي بس دي ليه تضحية. دايما يعني دي تضحيه طبعا بس هي غلطانه دي مش مسؤوليه لان هي مش من يعني ما فيش حاجه بتتطلب منها في الجواز ان هي تسيب شغلها عارفه ده يرجعنا لبدايه الحلقه انه ما فيش صراحه في الاول ما فيش صراحه عايز يرضي فيش ترتيب لاموركم مع بعض وقال ايه فاكره انك لما تعملي كده هو هيجيب لك حته من السماء مش هيحصل خالص بس هي اختارت هل في غلطانه لا غلطانه طب انا هقول لك على حاجه يا شيري بامانه هدي والله احيانا كتير عند الاسوياء احنا بنتكلم على الاسوياء تمام ان الواجبات او ان انا اعمل واجباتي او المسؤوليات اللي واقعه عليا دي فيها سعاده كبيره جدا طبعا لما اشوف اولادي مبسوطين صحيح. والتقدير ولما تشوف التقدير من الطرف الاخر صحيح. لا ده احنا نحسبها بقى انانيه ان انا اناني ان انا ابقى مبسوط اكتر في ان انا اساعدهم اكتر لان سعادتهم هتعود عليا بالسعاده بس انا عايز اقول لك يا سامح ردا على السؤال ده بقى بصراحه اللي بيحصل مع الست فعلا في تقديري يعني الشخصي انه هي اولا بتبقى متخيله ان التضحيه دي سهله
يعني ساعات الواحد من كتر الحب واللهفة على انه يعيش مع الشخص اللي بيحبه بيتخيل انه يقدر يعمل التضحية دي. صح. هو ما بيبقاش بيكذب. بيبقى هو خادع نفسه انه يقدر يعمل ده. وعلى ارض الواقع بيلاقي نفسه مش قادر. تاني حاجة هي بتتخيل ان لما هتعمل التضحية اللي من النوع ده انه هيبقى فيه تقدير ومقابل العمر كله. طب ما خلاص الراجل قدرك اول سنه وقال لك ميرسي انك ضحيتي. لا هي طول الوقت عايزه تحمله مسؤوليه ان هي ضحت بده. على فكره ما كانش المفروض تضحي لو مش هتقدري تتحملي التضحيه او عبئها. برافو عليك. او ما يبقاش المسؤوليه او التضحيه اللي انا مش موافق عليها تبقى اللي هو اجي اقول لشيري مثلا انا ما بروحش لوالدتي بقالي اسبوعين. انت كمان ما تروحيش لوالدتك. ما ينفعش المسؤوليات تتوزن بالشكل ده. اللي هو انا عملت كذا فلازم تعمل كذا انت كمان. لا صح. مش صح. صح. طيب. طيب شيري انت وبصراحه ليه وبصراحه الست ممكن تتنازل عن طموحها في مستقبلها وفي حياتها المهنيه والراجل لا؟ جاوبي. لا مش معنى ليه؟ لا لان هي ايه يعني هي ارتضت. سؤال ليك يا ستات في البيوت يعني. وسؤال للراجل كمان. هي بتحس يا شيري ان يعني مستقبل جوزها مش جوزها بقى ده شخص اخر. هم واحد. هو كيان واحد. هي مستقبل الاسره اللي بيقوده الزوج. هو المستقبل بتاع الاسره ما قلناش حاجه مستقبلي. ما قلناش حاجه. فهي مش ما هم كيان واحد خالص. واسره واحده وكل حاجه. بس في الاخر هي كيان وهو كيان. ايه رايك في القهوه؟ حلو نروح بس انا هقول حاجه. هي كيان وهو كيان. ما هي هتجيله دي بعد 10 سنين هتطين عيشته وهتقول له انا ما بقتش حاجه. انا اصحابي اللي بقت مدير اداره واللي بقت مش عارفه وكيل وزاره واللي بقت مش عارفه مذيعه واللي بقت فنانه وانا لا. ما هو انت اللي اتنازلتي عن احلامك. بس انا بقى مع انا مع سامح في الحته دي. يعني ليه الست انت كان سؤالك ايه؟ ليه الست المفروض هي اللي تتنازل عن طموحها؟ ليه هي اللي دايما بتنازل عن طموحها؟ لا لانه هو ما ينفعش تنازل عن طموحه. هو الراجل هو رب الاسره. بس يعني انت كمان ما تتنازليش. ما تتنازليش. لا ده مش لا يعني انا هي ما تتنازلش. هاجي اقول لها انا مش هشتغل مثلا. مش ما هو ما ينفعش. المستقبل معتمد فعلا طالما في اسره على الراجل. وكل ما الراجل كان طموحه اعلى وظروفه اعلى انا ما كانش قصدي ان الراجل يتنازل عن طموحه طبعا. يعني لو الراجل يتنازل عن طموحه يبقى فقد ركن من اركان الرجوله اصلا بالاساس. صح. يعني يبقى العلاقه طبعا هنا مختله وما فيهاش في حاجه غلط. يعني مشوهه بالاساس. بس انا ليه استخدمت الراجل هنا؟ لانه ما تلاقيش راجل يتنازل عن طموحه او قال ست انا ضحيت علشانك بمستقبلي وطموحي. لكن هي اللي دايما بتقع في الوعد. هي دي طبيعه. هي دايما تغلط. عشان هي اللي لا بتغلط. لا هي طبيعه. لا هي طبيعه. مالها طبيعه؟ هي طبيعه. يعني هل مثلا يبقى عندنا اولاد والولد او البنت الصغيره بتعيط بالليل، مين اللي بيبقى عنده طبيعه اكتر ان هو مش يضحي ان هو يقوم علشان يراعي الطفل؟ بس ايه علاقه ده بالرحيم يا سامح؟ لا دي ربنا خلقها كده. انتوا حنينين علينا. طيب ماشي. بس ده معناه ان انا نازل عن طموحي ومستقبلي او انت كنت معايا دلوقتي اهي. ما تعمليش كده ابدا. اوعي تعملي العمله دي.